استقبل مطار الخرطوم أول طائرة سعودية محملة بالإغاثات لدعم المتأثرين من السيول والفيضانات في السودان. وصلت الطائرة الأولى محملة بمئة طن من الخيام والسلات الغذائية والمبيدات الحشرية والمرشات وأجهزة الشفط، وكذلك البطانيات والفرش. وغدا بإذن الله استكمالا للأمر السامي سوف تصل الطائرة الثانية محملة كذلك بمئة طن بنفس محتويات هذه الطائرة الأولى، إذ يبلغ إجمالي المساعدات 200 طن. الإغاثات السعودية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ستوزع على أكثر من 10 ولايات متضررة، توزيع يتم بواسطة الهلال الأحمر السوداني. نشعر بالفخر والسرور والاعتزاز ونحن نقدم لهذه البلاد حاجتها، نشعر بأنهم أهلنا ونشعر بأنهم هم في أشد الحاجة إلى ذلك، ونشعر أننا نحن في أشد الحاجة كذلك إلى دعمهم ومساندتهم لمواقفهم النبيلة مع المملكة العربية السعودية. الحكومة السودانية أشادت بالدعم الذي ظلت تقدمه المملكة العربية السعودية للسودان باستمرار، واعتبرت الأيادي البيضاء للمملكة بأنها تجسد معاني الإخاء والتكامل. نحن نسمي هذا الدعم الكبير من المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، وهم دأبوا دائما على تقديم المساعدات للسودان ولغيره من الدول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياهم، أن يبارك في هذا الجهد وأن يرفع به الضرر عن كثير من المتضررين في السودان. توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإغاثة المتضررين من السيول والأمطار وجدت الاستجابة السريعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، استجابة ستخفض معاناة الأسر المتضررة وستعزز موقع المملكة العربية السعودية ضمن أكبر الدول المانحة للإعانات الإنسانية. لؤي عبد الرحمن، الإخبارية، الخرطوم.